بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الرحمن ديبي، رئيس جمعية الدفاع المشترك الجديدة. بالمناسبة أنا يلاه أنا كنت في داخلية الإدارة، عندي ملف أنا بالنسبة لي ما لقيتش مشكل، ماشي زعما بحكم الجمعية ولا هذا، ولكن أنا كان عندنا بالمناسبة كان عندنا اجتماع البارح مع المسؤولين ديال الإدارة، كانت المسؤولين الجهويين ومسؤولين الإقليميين. هاد الأسئلة حنا ديما كنطرحوا على الإشكالات، هو فعلا كاينة بعض الحالات ما غادي نقولوا، وكاين واحد كنلاحظوا شويه ديال التنظيم ناحيه يعني التنظيم ديال الدخول والخروج وداك الشيء يعني بالنوبه وداك الشيء كما كنقولوا. ولكن هما كما كنعرفوا انه كاين واحد الحمله وطنيه ديال التغطيه الاجتماعيه اللي كتخلق واحد الضغط كثير على الاداره، شي حنا كنتفاهموا، ولكن هذا ما كيمنعش اننا كل مناسبه كنطالبوا بتحسين الخدمات ديال الاداره. وكاينه وعود، كاينه وعود حتى، ولكن كنتفاهموا، لان ملي كتجيك واحد الاجراء مثلا يعني كيجي من الاداره يعني المركزيه، وكتكون الاداره مثلا المحليه ما عندهاش الامكانيات باش يعني باش تحل هذاك الاشكال، هما راه كيحاولوا ما امكن، هادشي حنا تلمسوه، ولكن لا يمنع اننا كنطالبوا المزيد من الاجراءات لتسهيل الخدمات ويعني ارضاء المرتفقين ديال الاداره. هادشي ما نكروش انه تيحاولوا انه ما امكن باش يتغلبوا عليه. على كل حال كنتمناو، هذا هاجس يومي، حنا جمعيه حمايه المستهلك كنطالبوا يعني باتخاذ المزيد من الاجراءات. هادشي حنا غنبقاو ديما ونتمناو تكون الاداره في المستوى ديال التطلعات ديال المرتفقين، هذا ما لا شك فيه. الا ما كنظنش النقص، لان ملي كنلاحظوا مثلا الاماكن ديال الموظفين كتشوفهم كلهم يعني عامرين كل بلاصه فيها. هو كما قلت لك هو كاين حمله وطنيه اللي كتخلق واحد الضغط اللي يقدر يكون فوق الطاقه ديال سميتو. على كل حال يعني ربما ما كانش مستعدين لها من قبل، يعني مع تغير الحكومات وهذا من اجراء هذا مشكل يعني ممكن تجاوز، وكيبغي شويه ديال الصبر. وكان ما هو صراحه ربما انا كنقترح انه مثلا يكون افضليه الناس المراض اللي عندهم حالات يعني اللي يستحقوا مثلا تسريع ديال الخدمات ديالهم، واللي قادر على التحمل وهذا راه غادي يصبر حتى هو شويه مع الاداره، لانه هذا صالح العام ديال هذا. كنتمنى ان شاء الله تكون الامور. شكرا جزيلا، نشكر على وجهك، مرحبا.